نعم آية، بالفعل اليوم أزمة السودان ربما تتصدر عناوين الصحف ليس فقط المحلية والعربية وإنما أيضا العالمية، فالمواقف لم تقتصر فقط على المواقف العربية مثل جامعة الدول العربية طبعا التي دعت إلى اجتماعات طارئة وخلق صورة للسلام أو خلق مكان للسلام في السودان، ولكن اليوم أيضا مجلس الاتحاد الأفريقي الذي يلعب دورا كبيرا داخل السودان دعا أيضا لاجتماعات طارئة وإلى البدء بعملية السلام، وأيضا يتحدث على مستوى مجلس الأمن والسلم الأفريقي أن رئيس الاتحاد سيبدأ بالتحرك والذهاب إلى الخرطوم لإشرافه مباشرة على الأزمات العالقة في الخرطوم. ولكن دوليا أيضا أبدأ من واشنطن التي أعربت عن قلقها إزاء هذه الأزمة ودعت جميع الأطراف إلى التهدئة. الرئيس أو وزير الخارجية أنتوني بلينكن وصف ما يحدث في السودان بالنظام السياسي الهش، وبينما سفير أمريكا في الخرطوم وصفه خطير أيضا. هناك تصريحات من الخارجية البريطانية، الخارجية الكندية أيضا، الخارجية الروسية التي دعت إلى التهدئة وإلى السير بعملية السلام والحل السياسي في السودان، وأيضا برنامج الغذاء العالمي الذي أعلن عن توقف عملياته في السودان نظرا لأن هناك 3 قتلى من موظفيه في اشتباكات في دارفور. لذلك الأوضاع هناك تؤول ربما إلى التدخل الخارجي السريع، وخاصة أن واشنطن اليوم دعت مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة طارئة، وربما ستكون نتيجة هذه الجلسة التدخل في السودان بشكل مباشر من قبل المؤسسات الدولية ومجلس الأمن الدولي، كون أن المنطقة الأفريقية باتت مؤخرا هي منطقة تعني كثيرا لجميع الدول الأوروبية ولآسيا أيضا ولجميع الدول التي تسعى إلى إقامة المشاريع الاقتصادية في منطقة الاتحاد الأفريقي. وأيضا إضافة إلى أن السودان هي مكان أو هي المكان الرئيسي في إفريقيا لتصدير الغذاء، كون أنها تمتلك مساحات زراعية كبيرة، وبالتالي ربما هذا يؤثر على برنامج الغذاء العالمي وبالتالي إلى أزمات في الغذاء العالمي بشكل مباشر أو غير مباشر في حال استمرت هذه الأزمة بالتطور. نعم آية. مرام، هل يمكن أن نشهد تدخلات خارجية في هذا الشأن تحقق نتائج ملموسة على الأرض؟ يعني ربما آية هذا يعتمد على جلسة مجلس الأمن، ولكن بما أن جميع الأطراف الدولية تقف على موقف واحد إن صح التعبير، الجميع اليوم يندد ويدعو إلى الحل السياسي السلمي بين الجيش السوداني وقوات الدرع الحماية السريعة، فهناك ربما محاولة لفعلا التدخل بشكل سريع سواء عبر قوانين فرض قوانين مجلس الأمن الدولي أو حتى ربما هناك تكون زيارات دبلوماسية لحل هذه الأزمات، وخاصة أن السفراء الأوروبيين في تلك في الخرطوم نفسها يحذرون من أن الوضع الأمني ربما قد يهدد حياة حتى العاملين في تلك السفارات داخل الخرطوم. لذلك أعتقد أنه ربما سيكون هناك تدخل سريع سواء دبلوماسيا أو حتى على مستوى القرارات الدولية. نعم آية، نتمنى الخير والسلام لجميع شعوب العالم وأيضا منها السودان. مران، دعينا ننتقل إلى الملف الروسي الأوكراني. ما هي آخر التطورات العسكرية في باخموت، علما بأن هناك أنباء حول تقدم القوات الروسية غربا مرام؟
نعم آية، هذا ما أعلنت عنه وزارة الدفاع الروسية، أنها سيطرت على منطقتين في شمال غرب باخموت، وقد وصلت إلى حدود مدينة بريفيلا، والتي هي تعتبر الخط الفاصل أو تقع على الطريق المؤدي إلى كراماتورسك، وبالتالي أو الطريق السريع الذي يفصل عن كراماتورسك. وبالتالي في حال السيطرة على هذه البلدة سيكون هناك تقدم لوصول إلى المدينة التي تسعى إليها أساسا روسيا بعد مدينة باخموت، وهي كراماتورسك، وبالتالي الوصول أيضا إلى سلافيانسك. ولكن اليوم التقدم يتم على مرتفعات في الشمال الغربي في باخموت، وبالتالي السيطرة على الغرب أو غرب هذه المدينة، وتسهيل السيطرة على كامل مدينة باخموت وتطويق هذه المدينة. ولكن هناك أيضا أنباء تتحدث أو فيديو مصور عرضته مجموعة فاغنر بفك أسر الجنود الأوكرانيين أو بعض الجنود الأوكرانيين بمناسبة عيد الفصح، ودعوتهم إلى الخروج من تلك المنطقة وتسليمهم للجانب الأوكراني. وأيضا هناك محاولة أيضا لإعطاء الفرصة للمدنيين للخروج من المدينة بقولها طبعا بتخييرها لهؤلاء المدنيين، إما بالخروج إلى الطرف الأوكراني أو حتى إلى الجانب الروسي. وإضافة إلى هذا التطور الإنساني، طبعا هناك تطورات عسكرية تتحدث عن إدخال دبابات TN-90 إلى داخل المعركة في باخموت، وهي دبابات روسية متطورة تعادل دبابات ليابارد، وبالتالي ربما ستكون هناك هجمات عديدة سنشهدها في باخموت، إضافة إلى الهجمات الصاروخية أو الجوية التي كانت داعمة لتقدم الجيش الروسي وقوات فاغنر في وسط وفي غرب مدينة باخموت. نعم آية مرام، يعني من وجهة نظرك كونك صحفية ومراسلة لقناة اليوم في روسيا اليوم، يعني مع بدء العام الثاني للأزمة الروسية الأوكرانية وما حصل، اندلاع اشتباكات بين الطرفين، توتر، فوضى، البعض هاجر من أوكرانيا واتجه إلى الدول الأوروبية، بعد كل ما حصل وباختصار، هناك مقولة كنت أناقشها مع زميلنا خضر في شأن الشرق أوسطي، ما كان في الأمس متاحا لن يعود اليوم. الحوار، هل ممكن أن يعود اليوم؟ هل ممكن أن نشهد حوار بين روسيا وأوكرانيا؟ يعني آية عن أي حوار يمكن أن نتحدث طالما أن مفاوضات لنقل مرام، عمليات عسكرية، حتى المفاوضات باتت مستبعدة، وهذا ما نقرأه أساسا بتصريحات الكرملين على لسان بيسكوف الذي يتحدث بأنه اليوم لا يوجد فرصة للمفاوضات، وإنما ستكون العمليات العسكرية مستمرة حتى تحقيق روسيا لكامل أهدافها. أيضا الجانب الأوروبي لا يبدي نية بالتراجع، كون أنه مستمر في دعم أوكرانيا عسكريا، وأيضا المطالبات الأوكرانية بانسحاب روسيا من جميع المناطق التي سيطرت عليها، وهذا الأمر محال بالنسبة للجانب الروسي إلا في حال طبعا انتصار القوات الأوكرانية وتحقيق تقدم في تلك المناطق. عدا عن ذلك فروسيا متمسكة بهذه المواقف، وبينما أوكرانيا ما زالت تدعو إلى الوصول إلى شبه جزيرة القرم وإعادة السيطرة عليها. بالطبع أن الولايات المتحدة تستبعد هذا الحل ولو أنه بشكل حالي أو لهذا العام، نظرا لأن القوات الأوكرانية لم تحقق تقدما ملموسا حتى الآن في الشرق الأوكراني، وبالتالي الوصول إلى شبه جزيرة القرم مستحيل. جميع هذه العوامل طبعا هي أساسا مكان خلاف ل أوكرانيا وروسيا وللدول الأوروبية، وبالتالي الحوار دون الحديث عن هذه الأمور هو أمر مستبعد وربما شبه مستحيل، وخاصة في الفترة الحالية. ولكن ربما فيما بعد بالطبع
جميع الأطراف ستجلس على طاولة المفاوضات، ولكن هذا الحديث لن يتم خلال هذا العام بالطبع. وكما هي الأزمات الدولية بشكل عام سواء في سوريا أو حتى في الدول العربية فيما يسمى بالربيع العربي، الجميع ذهب للتفاوض بعد سنوات ومراحل كبيرة قطعتها هذه الدول في حروبها. وبالتالي اليوم نتحدث عن حرب شبه عالمية، حرب تتدخل فيها جميع الأطراف الدولية، لا تقتصر فقط على روسيا وأوكرانيا، وإنما حلف الناتو بات أيضا قريبا على الحدود الروسية، وهناك من يتحدث أو من يلوح بالحرب العالمية الثالثة. لذلك المفاوضات هي مستبعدة على الأقل في هذا العام. كنت أقرأ في صباح اليوم مرام مقال وأعجبني سؤال بداخله، وهو ما مصير هذه الأزمة؟ لذلك نتساءل ونترك هذا الشأن لمختصيه ونرى ما الذي سيجري في الأيام القادمة، وكما قلنا نتمنى الخير والسلام لجميع شعوب العالم. مرام، وزير الدفاع الصيني يصل إلى موسكو وأيضا عقد اجتماعات منفصلة والتقى مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الدفاع. بشكل مختصر أو بجواب مختصر، ما تفاصيل هذه الزيارة مرام؟ نعم طبعا، وزير الدفاع الصيني هو في زيارته الأولى الخارجية منذ تسلمه المنصب في مارس آذار الماضي، وبالتالي هي إشارة ربما أو رسالة وجهها بشكل علني من خلال حديثه بأن زيارتي الأولى إلى خارج الصين منذ بدء استلامي لمنصب وزير الدفاع الصيني تعتبر أنها تقوية للعلاقات ولإبراز أهمية روسيا بالنسبة لبكين، وطبعا وضع جميع البرامج الاستراتيجية واتخاذ روسيا كحليف وشريك أساسي دولي على الساحة الدولية. وبالتالي وزير الدفاع الصيني إضافة إلى طبعا الموقف الروسي المؤيد، هناك رسائل كبيرة تم إيصالها إلى الغرب بشكل خاص والولايات المتحدة بشكل عام، أن الحلف أو التحالف الروسي الصيني سيستمر بتعزيز علاقاته سواء على المستوى الاقتصادي، على المستوى العسكري، على المستوى التقني، على المستوى السياسي والزيارات الدبلوماسية المتكررة. وبالتالي هناك إشارة إلى أن سياسة القطب الواحد باتت مغيبة، واليوم الصين وروسيا تعملان بشكل جدي وبشكل عملي وفعلي ملموس لإنشاء سياسة أو التعددية القطبية في العالم. هناك أيضا رسائل وجهها الرئيس بوتين حول المناورات التي تمت بين الجانبين، أنها مناورات تهدف إلى تقوية الجيشين وإلى احتمال أو تدريب الجيوش على صد جميع الاحتمالات العدوانية القادمة من دول أخرى، ولكن هذه التدريبات بحسب الرئيس بوتين أنها لا تؤشر إلى أنها تقوم ضد أي دولة، وإنما هي تدريبات بين حليفين كما هو الحال للدول الأخرى التي تقوم بهذه التدريبات. وبالتالي هذه الزيارة تحمل بالفعل مؤشرات كبيرة، وخاصة أنها تدرجت من المستوى الرئاسي إلى مستوى الخارجية الصينية، واليوم نصل إلى مستوى وزارة الدفاع الصينية، وبالتالي هي إشارة إلى أن التعاون الروسي الصيني مفتوح على كافة المجالات، سواء الدبلوماسية أو حتى اليوم نتحدث عن المجالات العسكرية. نعم آية. مرام حمصي مراسلة اليوم، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة، كنت معنا من موسكو.